خير يا حضرة الضابط. انت بتقوي بيتك واحدة هربانة من العدالة. انا؟ ايوه يا فندم. كريمة؟ اسمها الحقيقي كريمان، وهربانة من جريمة قتل. مش ممكن. حضرتك لازم تسلمها لي، وإلا هتتعرض انت كمان للمسألة. يا حضرة الضابط اكيد في. بعد اذن حضرتك. افتح الباب من فضلك. كريمة. انت كويسة؟ صحيح اني جاني كابوس. بس اني صحيتك. لا ابدا ما صحتنيش. انا كنت بطمن على عايده وبديها الدواء. سمعت صوتك فقلقت. متأكد انك كويسه؟ طيب حاولي ترجعي تنامي. انا كده كده مش قادر انام، فهنزل تحت اسمع مزيكا. يعني لو مش قادره تنامي. ايا كان اللي صحاكي مفزوع، فهو زي ما قلتي كابوس. وديكي فوقتي منه، ما تفكريش فيه.